معنا من دبي دكتور هشام جاد، استشاري أخصائي الأمراض الباطنية والسكري. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بك معنا. ما رأيك في هذه الدراسة؟ هل فعلا الانطوائيون هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري ولماذا؟ حضرتك طبعا هو الجزئية دي دراسة مهمة جدا، بتتكلم على علاقة الأمراض السكري بالخاصة بالأمور النفسوية، بالذات هذا الموضوع. علاقة الجزئية الانطوائية وخلافه ان هو مشكلته الرئيسة بيبقى متعلق انه بيجلس، بتقل حركته بطبيعة الحال. قلة الحركة في حد ذاتها بتكون عامل رئيس جدا لزيادة نسبة السكريات والسمنة، وبالتالي بيكون عرضة للإصابة بمرض السكري. الجزئية الثانية الخاصة بهذا الموضوع هو الخلل الهرموني. فبيحصل خلل هرموني بيؤدي برضه في النهاية إلى نسبة زيادة الاحتمالية لحدوث مرض السكري. نعم، طيب هناك بعض يعني الأقاويل أو الأحاديث تتحدث بأنه الشخص الذي ربما يشعر بالحزن أو يصاب بفترة حزينة أو يمر بفترات ربما حزينة يصاب بالسكري، هل هناك علاقة فعلا ما بين الحزن والشعور النفسي السيء والسكري والإصابة به؟ صحيح، العلاقة مرتبطة جدا بخلل الهرمون اللي اتفقنا عليه، بيزيد هرمون معين بيضاد عمل هرمون الانسولين اللي بيفرزه البنكرياس، وبالتالي بيخلي نسبه السكريات بتزيد في الدم، وبالتالي هنا بيبقى المريض عرضه للاصابه بارتفاع بنسبه السكري اكثر من غيره. فعشان كده دايما بنوصي الشخص انه يحاول دايما الابتسامه قدر الاستطاعه، ما يستسلمش للحزن والاكتئاب، لان ده بيأثر تماما كمان على موضوع الكبد وانزيماته، وبالتالي يأثر للخلل الوارد للموضوع، وبالتالي يأثر لنسبه السكر في الدم. طيب هذا بالنسبة للأشخاص الذين هم مرشحون للإصابة بالسكري، ليس بالنسبة للأشخاص يعني العاديين ليس لديهم وراثة؟ لا، بالعاديين، العاديين بغض النظر هو مرشح أو لا، لأن هو هنا انضاف إليه عامل ثاني وهو العامل النفسي، انضاف إليه هنا زيادة، بالتالي عمل حصل خلل هرموني بغض النظر عن إن هو عنده أصلا مهيأ للسكر ولا أو في عامل. طيب دكتور فقط لتوضيح هذه النقطة أكثر، يعني العلاقة ما بين الحالة النفسية أو الحزن أو ما يمر به الإنسان من فترات والخلل الهرموني كيف تتم؟ طيب علاقه بسيطه جدا، احنا عندنا في مثلا الاكتئاب، كنا زمان الاكتئاب ده عباره عن ان احنا بنتخيل ان هو مجرد حاجه وهميه ليس لها علاقه بالخلل الهرموني. النهارده لا، النهارده في ماده اسمها سيروتونين، الماده دي مسؤوله عن الخلل، دي من ضمن الخلل الهرموني اللي بيؤدي الاكتئاب. عشان كده حتى لما بندي علاج خاص بالاكتئاب بندي حاجه خاصه بهذا الموضوع، الانتي سيروتونين اللي هي مسميها سيلكتيف سيروتونين انهبيتور، الاس اس ار اي. فده العلاج ده اصبح علاج نتيجه خلل هرموني فعلا، مش مجرد يعني اوهام بنقولها احنا، لا. فالخلل الهرموني هنا بيؤدي في النهايه للاصابه بالسكر. طيب هل هنا يتطلب تدخل طبي هذا الخلل الهرموني؟ لا شك طبعا، وان دايما بننصح ان الشخص اللي بيشعر بدرجه من درجات الاكتئاب يسارع لاستشاره الطبيب، ما يقولش ان هو لا انا مش عايز اعالج نفسي. اي طبيب نفسي ام طبيب او استشاره عضويه؟ او الطبيب الباطني الاول يروح له اذا كان لم يجد عنده الاجابه الكافيه او الشفاء الكافي، يتجه لدكتور الطبيب. نعم، شكرا لك. اذا شكرا لك دكتور هشام جاد، استشاري اخصائي الامراض الباطنيه والسكري، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا لك.